عليكم بنات، كي دايرين؟ اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وحوالكم تكون طيبه ان شاء الله يا ربي. اليوم عندي واحد الوصفه كي ماشي الاكل، وصفه للبشره. طلبتني احدى المشاركات، قالت لي شي حاجه للوجه. انا غادي ما كنعرفش بزاف الوصفات بزاف يعني، وما نقدرش نعطيكم شي وصفات انا ما مجرباهاش وما ما عرفتهاش اشنو غادي تكون النتيجه ديالها. انا عندي واحد الوصفه معتمده عندي من نهار كنت عند خبيره تجميل لوجهي، وهي عطاتني هذه الوصفه بقيت ماشي عليها الحمد لله. هي زوينه بزاف، ما كتضرش، الا ما نفعتكش ما غاديش تضرك، ولكن هي اكيد غادي تنفعك. وبسيطه وفي عند الكل يعني، كاينه في كاع عند البيوت كاملين، وقلت نشاركها معكم. وهذه هي وصفتي ديال الوجه، كتحيد الكحولة ديال الوجه، كتنقي الوجه، كتصفي الوجه. بالنسبة لخرجتي بزاف الشمس ولا هادي، ملي كتجي كيكون عندك هذاك الشمس يعني، نهار على نهار نهار على نهار كيكون عندك تصبغات في الوجه، ما كاينش هذاك التوحد يعني ديال اللون في الوجه. هاد الوصفة هادي زوينة بزاف يعني، هي اللي كندير، وكاع اللي عارفين هي اللي كندير، عارفين وجهي كيفاش كان. المهم اللي فيها زبادي دانون طبيعي، والعسل، زهرة البابونج او الكامومي، صافي هادشي اللي فيها. وكتزيدي فيها واحد الحاجة، كتزيدي فيها البشر ديال البطاطس الا كنتي في البحر. نهار كنكون انا في البحر ولا كانت لك الشمس ديال البحر في الصيف، هاد الوصفة هادي كنزيد عليها الماء يعني، كنبشر البطاطس الماء ديالها هي اللي كنزيدها عليها. صافي نبداو على بركة الله. الوصفة فيها معلقة كبيرة ديال الزبادي، ومعلقة صغيرة ديال العسل طبيعي. العسل انا عندي هذه معلقة صغيرة بزاف، غادي ندير جوج معلقات منهم. اللي بغيت نقول لكم البنات، ملي كتمشي تنوضي كتبغي ديري وصفة كتستافدي منها وما كتعرفيش شنو الاخطاء اللي كديري، اول حاجة اي وحدة غادي ديرها الوصفة غادي ننصحها بان العسل تهز بالمعلقة ديال الخشب ولا معلقه ديال البلاستيك، هادو لي جو طابل كديري بهم كترميهم يعني، راه رخاص ماشي غاليين. وكتحركي ابدا ما تحركيش بالمعدن، كتحركي بها او بالخشب، هكا كتستافدي من الوصفه، كتستافدي من داك العسل. الا مشيتي حتى درتي يعني بالمعلقه عاديه، معلقه ديال المعدن، بلاش ما ديرش هاد الوصفه، بلا ما تعيي راسك وديري هاد الوصفه، لان كاع هادوك المعادن وهادوك الفوائد اللي في العسل كيمشيو ليك، كوني متاكده انه كيمشيو ليك يعني، بلا ما تعذبي راسك وتقصي وتحطيها في وجهك وتسناي وتنوضي تمسحي. وهذه دونك من الاول يعني نكون واضحه معكم يعني، هذه هي الوصفه يعني، صدقوني هذه الوصفه هذه ما تحقروهاش، حد فيها غير دانون ولسل، ولكن ممتازه 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 يعني، انا كنقولها لكم وانا متاكده 100% انها ممتازه يعني، فيها غير دانون والعسل يكون طبيعي، ماشي العسل هذاك اللي كيكون صناعي ولا هذا. صافي كتحركوها كتخلوها، هاد الاثناء كتكون موجدين لوسيون ديال زهره البابونج ولا الكامومي، كل واحد شنو كيقولوا السميه. تتغسلي وجهك مزيان، ملي كتغسلي وجهك تديري قطينه وكتهزي من هاد اللوسيون هاد الماء ديال البابونج ولا الكامومي، كتمسحي بيه وجهك مزيان، ما كتنشفيش، كتخلي حتى تيشربوا، كتحسي البشره ديال وجهك نشفات. صافي داك الاثناء العسل والدانون والزبادي كيكونوا كيخدموا بعضياتهم يعني، كيطلقوا دوك المعادن والفوائد ديالهم، كتهزيهم يعني. ملي كتسالي هذيك المرحله الاولى ديال تمسحي وجهك بالبابونج ولا الكامومي كيف كنقول، كديري هاد الماسك ولا سيروم،
ما عرفتش مش المهم ماسكو لا سلمى كيجيني انا بعد اصلا سيروم، لان كيرجع البشره كيرجعها من اول وجديد. الا كانت تعبانه يعني عيات عيات عيانه نهار كامل، انت حاطه فيها ميك اب، حاطه فيها هذاك الفون دو تان، يعني حنا كنرهقوا البشره ديال وجهنا اكيد. غير نخرجنا للشمس كنغسلوها بالماء، يعني كنرهقوها، كنجيو في الليل كنعياو وما كنديرو حتى شي حاجه. هذه ديريها يوميا ملي يعني كتجي كتدخلي كتغسلي وجهك كتمسحي، كتكوني موجده. هذا ديري هذا اللوسيون هذا دير عندك في قريعه، ما تكثروش البنات، ديري على حساب يومين 3 ايام باش ما يبقاش، يعني هو هذا كيدير واحد الريحه من بعد الا فات 3 ايام كيدير واحد الريحه. حطوه في واحد القرعه سبراي وحطوه في الثلاجه، كيتغسلوا وجهكم خرجوا من الثلاجه رشوا به، بدل ما تمسحوا بالقطن رشوا به وجهكم، خلوه حتى ينشف داك لو طون اللي غادي ينشف فيه، وغادي ديروا هذا الماسك ولا هذا السيروم، كنقول لنا سيروم عندي، وكتخليوه حتى ينشف هذا الماسك، حتى ينشف مزيان عاد باش تنوضوا تغسلوه. ما ترهقوش ملي تغسلوه، ما تحكوش وجهكم، ما تحكوش نهائيا وجهكم، ولا ديروا هذاك تقولي يعني بحال غندير السكراب ولا تقشير الوجه، لا. هاد المرحله هذه ديال التقشير ديريها قبل ما ديري هذا، تغسلي وجهك مزيان عاد باش ديري اللوسيون وهاد الماسك ديال الزبادي. صافي ملي تمسحيه ما تبقي ديري حتى شي حاجه من موراه، ما ديري لا ماتورد، ما ديري حتى شي كريم، ما ديري حتى شي حاجه، لانه هو انا كي قلت لك هو سيروم، داكشي كنسميه انا سيروم، يعني هادي ما ديروش من موراه حتى شي حاجه، كيبقى هو اخر حاجه. انت كتمسحيه كتغسليه، ما سي با لابي انا كديرو، يعني ماشي ضروري انكم ديروا الماء في وجهكم، ممكن تكون شي فوطه ولا هذوك الاسبونج اللي كيكون ديال الغسيل تتفزقوهم هكا، تبداو تمسحوا بوجهكم مزيان وبالراحه عليه. صافي كتمسحوا، تتاكدوا بان وجهكم تنقى منه، صافي كتمشيو كتنعسوا، ما ديروا من موراه حتى شي حاجه. وهذه هي الوصفه ديالي اللي انا مجرباها، اللي انا متاكده منها، لان يعني احد يعني واحد المشتركه قالت لي عافاك عطيني شي وصفه للوجه شنو كديري، هذه هي وصفتي اللي كندير بكل صدق وامانه، هذه هي وصفتي كندير. قلت لك بزياده اللي قلت لكم البنات، نهار كيكون فاش نكون انا في المصيف يعني في الصيف ولا هذه، هاد الوصفه هذه كنزيد عليها معلقه كبيره من بطاطا محكو، كنحكها كنبشر البطاطس كنعصر هذاك الماء، معلقه كبيره كنخرجها كنحطها فيها، صافي هادشي كندير. وان شاء الله تكون عجبتكم هاد الوصفه هذه، وجربوها وردوا عليا بالتعليق في التعليق، يعني شنو النتيجه، والنتيجه كتبان من اول يوم، من اول يوم وجربوها، واول تعليق ردوا عليا شنو طرا لكم وجهكم. ما تخافوش ما غيطرا والو، لان كي قلت لكم الا ما كانش غادي تنفعكم ما غاديش تضركم، لان هادشي كله كيتكال يعني ما غاديش يضركم. ونتمنى تكون عجبتكم، وكيف ما العاده بارطاجيو اللي جديد يشارك في القناه عندي، مرحبا بكم عندي في القناه اللي جديد، وبارطاجيو مع صحاباتكم، ونتمنى لكم يعني يعني تكون هاد الوصفه نالت اعجابكم، وشكرا بزاف للتشجيع ديالكم. والى فيديو ان شاء الله الماجي، الى فيديو اخر الوصفات انا يعني انا كانت ديال الشخصيه، انا ما كانش انا مجربها، سمحوا لي ما غنحطاش، يعني ما غاديش نغامر بالناس، لان انا يعني ما نقدرش نغامر براسي، ما نغامرش بالناس، الا ما كانش مجربها ما غنحطاش، يعني هذه هي اللي عندي معتمده، ها انا قلتها لكم. المهم نتمنى يعجبكم الفيديو، بارطاجيو، وسمحوا لي فترت بزاف في الهضره انا غير باش نوصل المعلومه يعني. وشكرا بزاف، ولا فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسلامه.